السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل أعزائنا المشاهدين في كل مكان. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صائد النجوم. صائد النجوم يطل عليكم كل جمعة، يا رب دايما تكون جمعتنا كلها خير وأيامنا كلها خير بكل السادة المشاهدين وكل المصريين وفي الوطن العربي والعالم أجمع. حلقة جديدة النهاردة بتختلف اختلاف كليا، احنا كل حلقة لينا طلة جديدة وضيوف جداد ومواضيع جديدة بنتكلم فيها كمان عشان تصل لكل أبنائنا الصغار قبل الكبار. صائد النجوم دايما برنامج بيهدف دايما للإيجابية، بنشوف السلبيات بنحاول نعالج كل السلبيات. كنا نتطرق لكل الرياضة، دلوقتي أصبحنا نتطرق للرياضة، شق شوية سياسي، شق اجتماعي مهم جدا جدا اللي احنا بنعيشه في مصر في ظل الأمور الصعبة اللي بنعيشها في ظل ظروف جائحة كورونا، وطبعا بتسبب لنا حاجات كتير جدا، أزمات كتيرة وبالذات كمان في الرياضة المصرية. النهاردة طبعا بنتكلم عن حاجات مهمة جدا وحاجات كلها تفيد كل الأعمار وكل طبعا أولياء الأمور، بالذات الناس اللي بتتعب وبتجتهد جدا عشان خاطر أولادها. ولكن السنة دي هو لازم نقول إن هو موسم استثنائي، استثنائي في كل المقاييس. المفروض إن بكرة هيكون الدوري الخاص بمسابقات القطاع البراعم والناشئين، وتم إيقاف المسابقة غدا فقط بس أسبوع كامل. نزل قرار بالأمس بأن كل نادي وكل مكان أو مركز شباب كمان هيقام فيه مسابقات لازم يكون فيه عربية أسعاف خاصة للمكان اللي هيكون متواجد فيه البطولة، وإلا مفيش اشتراك للنادي أو مركز الشباب. ده القرار اللي طلع بالأمس امبارح، وكنت نوهت عليه إن طبعا، وده على فكرة دي حاجة كويسة جدا، ولكن لازم الدولة بدورها تساند، لأن حضراتكم عارفين إن في مراكز شباب يمكن أعضائها ما بتدفعوش حق الاشتراكات، أعضاءها ما بيدفعوش حق الاشتراكات نظرا للظروف الاقتصادية اللي احنا بنمر بيها واللي بيتعايش معها كل الناس. فعربية الأسعاف دي أكيد أعتقد إن هي هتكون عائق لبعض الأندية، أندية مش مراكز الشباب كمان، أنا بتكلم على أندية اللي هي مصاريفها وأكيد ليها دخل وأكيد ليها دعم من اتحاد الكورة. فدي كنت عايز برضو نظرة بسيطة من اتحاد الكورة إن هو يسعى بإيجابية نحو هذه المنظومة. طبعا كل الشكر والتقدير لنظام الدولة المجتهد جدا بعودة النشاط كليا اللي متوقف حاليا دلوقتي ومتوقف فعلا في معظم الدول العربية نظرا لجائحة كورونا. ولكن احنا عشان يبقى في تصاير او ان احنا نسير الاعمال بشكل كبير ونتكلم بشكل دخل الناس، مش معقول هنقول الناس يقعدوا في البيوت وهم مش لاقيين ياكلوا، مش معقول يعني احنا ما بنقدرش نكفي مرتباتهم في الايام العادية، ما بالك لما يكون في جائحة كورونا. اكيد واعتقد ان هيبقى صعب جدا ان الناس تاكل قوت لقمتها، بالذات الناس اللي هي اليوم بيومه مش موظفين. في النهارده الموظفين والشركات بقت بتفضي شركاتها، بتفضي مؤسساتها علشان خاطر مش قادره تكفي الرواتب. فدلوقتي والانديه كمان، انا بتكلم على الانديه كمان، ان هي فعلا برضو ما بتاديش الراتب او ان هي بالشكل الاكمل على المدربين. فعلشان كده بقول ان عودة النشاط الرياضي وممكن تكون نسبيا فيها مشكلة لبعض البلاد الصغيرين، ولكن السنة دي اعتقد وهيبقى معانا ضيوف كبار هنتكلم في حتة عودة البراعم، هل ده صحيح او لا؟ اعتقد من وجهة نظري ان هيبقى صعب جدا عودة النشاط الرياضي السنة دي للبراعم، كونهم ان هم اقل عرضة او اكثر عرضة، يعني انا اسف جدا، اكثر عرضة للمرض اللي هو جائحة كورونا نظرا للمناعة بتاعتهم الضعيفة جدا زائد كبار السن. طبعا حلقتنا طبعا عشان ما اقدرش اطول على حضراتكم، وطبعا ضيوفنا بنستقبلهم دلوقتي خارجي يعني جايين دلوقتي هيخشوا لنا على الهوا، كبار جدا هنتكلم في كل حاجه، ويمكن هتكون الحلقه دي مهمه جدا لان هي جايه في العمق شويه. ازاي جايبين الناس اللي مسؤولين عن اللوائح اللي بتتكلم على البراعم، اللي بتتكلم على الناشئين، اللي بتتكلم على الفريق الاول، اللي بتتكلم على الدوري، اللي بتتكلم على المنظومه، بس من جوه المنظومه عضو من اتحاد كرة القدم من جوه المنظومة، هنتكلم على أسرار كتيرة جدا. يا ريت الكلام اللي مش هيعجب بعض الناس هو أكيد هيعجب الكثير من الناس. وعندنا من المطبخ السياسي، لأن في عندنا مشكلة بنقابلها كبيرة جدا جدا في بعض الأماكن وهي حلوان، النهاردة هنتكلم عليها بشكل كبير وبشكل إحنا دايما صرحاء مع مشاهدينا. أعزائي المشاهدين، فاصل بسيط هنبدأ نستعد بيه حالا دلوقتي ونطلع نستقبل ضيوفنا. كابتن علي محروس، عشان الناس تستنى وتقعد، كابتن علي محروس عضو اتحاد الكرة المصري الخبير، وعايزين نقول حاجات كتير قوي، تايتل يعني كبير قوي قوي، لو مهما اتكلمت على تاريخه مش هقدر اديله حقه. والمستشار المحبوب الاستاذ المستشار محمد عبد اللطيف محبوب، سفير طبعا لدى الولايات المتحده الامريكيه، وايضا هو رئيس مجلس اداره شرق نهضه، نهضه شرق. نطلع فاصل بسيط ونرجع لحضراتكم مع ضيوفنا الكرام ونستقبل حلقتنا.
رجعت لحضراتكم طبعا مع اهم فاصل لينا النهارده في الحلقه. وخدوا بالكم قبل ما اخلص كلامي، انتظرونا في اخر الحلقه في مفاجاه. هي المفاجاه مفاجاه مصداقيه صقد النجوم ومفاجاه مصداقيه الراعي الرسمي شركه بايثون شركه الجهراء. بقدم لحضراتكم النهارده مفاجاه في اخر كده الحلقه دي، هتبقى مفاجاه ليكم يعني جميعا، عشان المصداقيه بتاع صقد النجوم لم يفقدها ابدا على مرار السنوات اللي مرينا بيها 4 سنوات من برنامج صقد النجوم، والحمد لله رب العالمين قائمين معاكم لغايه ما تزهقوا مننا. يسعدني ويشرفني النهارده في اول فاصل ولاول مره في برنامج صقد النجوم قامتين بدرجه قدير جدا يكونوا موجودين معانا النهارده. هنبدا من اليمين دايما كعادتنا، من اهل اليمين يا رب ربع عيالنا يا رب جميعا من اهل اليمين، كابتن علي محروس، تاريخ كبير جدا جدا من اول بقى ربنا يديله الصحه من اول الابيض واسود لغايه دلوقتي مش عايز انبر عليه، ولكن ربنا يديك الصحه كابتن علي محروس، عضو الاتحاد المصري، ودي اول حد نستقبله ضيف من الاتحاد المصري عشان نجيب الحاجات اللي جوه بقى اللي ساده المشاهدين مشتاقين يسمعوها. اهلا وسهلا بيك كابتن علي. اهلا بحضرتك، اهلا وسهلا، منورنا يا قائد. سعيد ان انا مع حضرتك والله، ولما حضرتك كلمتني انا بصراحه برغم مشاغلي وبتاع قلت لازم اروح للمستر حاتم معسكر، ده حد حبوب ولازم اجي معاه. لازم تجي لنا يا كابتن علي، لان احنا مش عشان حد تقعد معاه، عشان برضو الناس كلها عايز اشوف بقى كابتن علي، ابتسامه الكابتن علي وتاريخ الكابتن علي محروس اللي بيمتع بيه بصراحه مش بس منطقه جنوب القاهره حلوان ولكن مصر كلها. الحمد لله رب العالمين. والله انا بس عايز اقول انا عضو لجنه المدربين ومنطقه قرر كره القدم، عضو مجلس اداره نقابه المهن الرياضيه، دراسات عليا في التربيه جامعه حلوان، ماجستير اداره المؤسسات الرياضيه جامعه اسكندريه فيلمينج. ما شاء الله. فالحمد لله يعني الواحد رئيس مجلس اداره جمعيه رعايه الرياضيين، ودي حاجه تعتبر خاص يعني مش تبع الاتحاد لكن تشمل الرياضيين برضو. كابتن علي اهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك. طبعا يسعدنا ويشرفنا النهارده يكون بقى معنا الجانب السياسي وكمان الرياضي، حاجه محترمه جدا، له باع كبير جدا في الجانب السياسي وايضا في الجانب الرياضي، وباع كبير جدا في كل مناطق حلوان. يسعدنا النهارده المستشار محمد عبد اللطيف محبوب، واللي محبوب بشخصيه كبيره جدا جدا من الناس. اهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك، اهلا وسهلا، وسعيد جدا جدا بوجودي معاك يا كابتن حاتم في هذا البرنامج اللي اتمنى له دايما كل التقدم. يعني انا رئيس مجلس اداره مركز شباب نهضه شرق حلوان وسفير التنميه المستدامه في صوت امريكا والمستشار القانوني بوزاره البيئه، ويعني ليا باع كبير قوي في المجال السياسي. ده احنا لسه هنخش المجال السياسي ده ونتعمق فيه بشكل كبير. لانه يعني بحاضر بقالي كتير جدا جدا وعندي مداخلات سياسيه كتيره جدا جدا. ما شاء الله، اهلا وسهلا بيكم، شرفتونا، وان شاء الله باذن الله تبقى حلقه خفيفه على الناس ونستفيد بيها جميعا. كابتن علي محروس طبعا باع كبير جدا جدا في الرياضه، ولكن عايزين نتكلم على التزام الانديه والتزام مراكز الشباب. طبعا حضرتك كنت رئيس مركز شباب غرب حلوان لفتره كبيره وقدمت فيه شكل كبير وشكل محترم، ودي حاجه كويسه جدا جدا احنا بنحترمها يعني بصراحه. خبره كبيره اللي حضرتك مريت بيها في شغلك كابتن علي، اكيد عديت بدورات وفي تاهيلات وفي الكلام ده كله، مش هنتكلم عليها لان هي كتيره قوي، بسم الله ما شاء الله كتاب يعني كتيب للناس كلها. بدات حضرتك دلوقتي في حته ان انت بقيت كمان تحاضر. الحمد لله. كلمني بقى عن الدورات التدريبيه والتاهيل المدربين يا كابتن علي، دي مهمه قوي، ومن امتى اخدها منين، وهي ايه الدورات التدريبيه للمدربين؟ لان النهارده ممكن تتاخد بالتليفون. لا هو انا مع حضرتك لازم التثقيف، انا لازم يعني انا كبير في السن ولازلت لحد دلوقتي اقرا واسترجع واقول لو انا طلعت بعد الحلقه دي على حاجه مش عارفها مش هنام النهارده اللي افتح النت وابحث واشوف ليه انا اتعثرت في دي وليه انا مش فاهم دي وازاي اسال سؤال ما اعرفوش. العلم ده أنا ليا مقولة بكتبها في محاضراتي وأنا واخدها من أستاذ الدكتور جمال محمد علي، الحقيقة من لم يتقدم يتقادم، مش هتتقدم هتقدم. فلازم الدورات التربية دي تثقيل وتثقيف المدربين والإداريين وكل الناس. فإحنا بنعمل الدورات دي، أنا عضو لجنة المدربين والحمد لله إحنا عاملين دورات أو مجموعة دورات كويسة جدا، أهلنا حوالي مش هقول لك أكتر من آخر الدورة دي إحنا مسلمين حوالي 500 وكذا شهادة للمدربين بتوع القاهرة بس اللي هم اتدربوا عندنا دورات الإعداد المهاري والإعداد الخططي والإعداد البدني، وعاملين كمان دورة جديدة في الإعداد اللغة الإنجليزية. يعني أول مرة، ودي الجديدة بقى وصفق يعني لسه محدش
من الاسبوع الجاي ان شاء الله في دوره عاملينها للمدربين في مصطلحات اللغه الانجليزيه للمدربين. تخيل بقى مش بس بندرس بقى الجانب البدني والمهاري، بدانا نخش في الحاجات اللي المدرب والاداري بيحتاجها لما يجي يتعامل عقد مع مدرب اجنبي او يكون في لاعب اجنبي. كويس. ازاي يتعامل معاه؟ كويس. ازاي يعمل معسكر؟ ازاي يعمل عقد؟ ازاي حتى لو في ايفنت اجنبي ازاي يعني انا كنت في كاس العالم 97، انا اول حد جاب رونالدينو في التلفزيون، اول حد كنت مرافق في البرازيل. في صور كده يا ريت نعرضها، صور رونالدينو. اكيد الصور دي مهمه قوي لتاريخنا، لان حاجه مهمه قوي عايز اقول لحضراتكم حاجه في النقطه دي. طبعا معظم الشباب الصغير او البراع المنشئين اللي موجودين قدام الشاشه دلوقتي ممكن ما يعرفوش الكابتن علي، وده طبيعي على فكره، ده طبيعي، دي حاجه طبيعيه. الجيل القديم هو اللي عارف الكابتن علي، لكن في حاجه بقى مهمه عايز اقول لحضراتكم عليها. لازم لابد جدا ان المدربين دلوقتي اللي احنا متعايشين معاهم واللي بيدربوا اولادنا يعرفونا ايه هو التاريخ القديم، مين هو الناس الكبيره والناس اللي ليها باع كبير جدا في الرياضه المصريه. للاسف الشديد احنا بنفتقد ده، بنفتقد ان الولاد الصغيرين ما يعرفوش غير المدرب اللي عنده 17 سنه او لسه مخلص امبارح واللي معهوش شهاده اصلا، وده خطر كبير جدا. رونالدينو اللي كنا بنشوفه في التلفزيون واللي كسر العالم، الكابتن علي تقريبا يمكن هو رونالدينو ما جاش مصر الا عن طريق الكابتن علي تقريبا من زمن الزمن. الصور دي هتظهر على الشاشه دلوقتي وهنشوفها عشان نعرف برضو. هو مش الصور بس اللي هتظهر لنا قيمه الناس اللي معانا، لا، الناس اللي معانا دول لهم قيمه كبيره، لكن احنا عندنا في وسائل الاعلام عندين شاشه كبيره قوي موجوده، ولكن اللي بيظهر في الاعلام هي مجموعه واحده بس هي اللي عليها الضوء، لكن باقي الناس تموت. كابتن علي كلمني، معلش انا اسف جدا قطعت حضرتك، ولكن كان مهم جدا ان انا اركز على الحته دي. الاعلام لازم يوصل لينا كل التاريخ بتاعنا. انا مش بس اقول يعني انا شرفا ان انا جريده الاهرام وطبعا جريده قوميه كتبت رونالدينو يعود الى مصر من اجل صديقه علي محروس، وطبعا نزلوا لي صوره وكتبوا في الاخر الولد المحرر، اعتقد كان محمد شبانه يعني. محمد شبانه. لا من يوم وراجل مش مجتهد. قال علي محروس صوره مشرفه لوجه مصر، وفعلا انا لحد دلوقتي بس انا ما قدرتش اجيبها لك مره ثانيه اعرضها لك جريده الاهرام، لان انا كنت باذل مجهود. انا لو قلت للناس عشان بس ولادنا اللي طالعين يعرفوا قد ايه احنا تعبنا، ويا ريت يتعبوا زينا. انا تمام. كنت بنام ساعتين، يعني مش عايز اقول لك في الايفنت ده في كاس العالم 97 كنت بنام ساعتين. كان الفريق كنت مسؤول عنه، كنت مسؤول عن كل حاجه الفرقه، من اول التدريب للماتشات للتغذيه، الوجبه دي يوميا. كان المدير رئيس البعثه كان يبعت لي البرنامج. تمام. يقول لي ده برنامج كافيه ده مياه، يعني اكل بكره او تغذيه بكره، الفطار الساعه كذا، الغداء الساعه كذا، العشاء كذا، مفيش بيض، مفيش فاكهه، يعني كل مفيش حاجه عند زيرو ديفكت، مفيش حاجه عندهم تقع، مفيش غلطه. تمام. كل حاجه مرتبه. طيب هرجع لك تاني كابتن علي عشان بس في صوره تانية عايز اقول لك، مش بس مع رونالدينو، مع جوا فيلانج رئيس الاتحاد الدولي للكره. هيجهزوا لنا الصور وهنعرضها دلوقتي على ما ارجع لحضرتك، بس هنروح بقى طبعا مستشارنا الكبير استاذنا. نخش على الحته السياسيه ولا الجانب الرياضي معاك؟ طب نخش الاول الانتخابات البرلمانيه. طبعا هو في حاجه من بعد الانتخابات المرحله الاولى ما خلصت ما فيش ولا حد خالص اتكلم في النقطه دي، وتقريبا كله ايه يعني ساكت هادي، ولكن في بعض اكيد انت لاحظت اكيد يعني بما انك متواجد وخبير قوي في الموضوع ده ومتواجد في زمن الزمن، فكلمني عن الانتخابات البرلمانيه. هو يعني بسم الله الرحمن الرحيم، وبالنسبة للانتخابات المرحلة الأولى بدأت للأسف الشديد كانت بداية مش تمام. كويسة، لكن رويدا تاني يوم بدأوا الأمور تتحسن. احنا يعني بننادي بالديمقراطية، وهو دي اللي عايزها الرئيس السيسي. تمام. هو عايز يجيب الناس اللي هي بتمثل القاعدة الشعبية. ولكن هناك جهات أخرى للأسف الشديد كانت بتتدخل لأنه عايزة تجيب صاد أو عين أو لام. لكن هو العيب مش في هذه القيادات او في الناس دي، هو العيب في الناخب للاسف الشديد. هو تعود للاسف من ايام الايام القديمه يعني الايام القديمه، الايام السوداء اللي هي ايام الاخوان المسلمين، وهم مش اخوان ولا حاجه ولا مسلمين ولا حاجه. عايزين نتطرق للجزء ده خالص. المهم يعني انه راجل الشارع دلوقتي بقى للاسف الشديد هو متعلق بالشنطه اللي فيها زيت وسكر وصابون، متعلق بال100 جنيه وال200 جنيه وال500 جنيه. ده كلام مرفوض جمله وتفصيلا. تمام. لكن للاسف الشديد هو ما زال يؤثر في رجل الشارع. هو الناخب
لابد ان يتحرر من هذه من هذا الموضوع. في سؤال بس هو تعبني دايما يا سياده المستشار، دايما انا بنادي بيه حتى في الرياضه وفي اي منظومه، هو ليه الرئيس السيسي لما بيقعد مع الوزراء وبيقعد مع المستشارين وبيقول الخطه كامله وبيقول لهم 1 2 3 على اساس ان احنا نمشي بده، هو ليه ما بيتنفذش تحت في القاعده اللي تحت الكلام ده؟ انا عايز اقول لك بس للاسف الشديد، وده سؤال يعني دي اجابه انا ممكن الام عليها جدا جدا. هذا الرجل ماشي في اقصى اليمين وكل الوزراء ومساعد الوزراء والتنفيذيين أيوة ماشيين في الناحيه الشمال. ليه بقى؟ للاسف الشديد هم مش قادرين يمشوا بقوه هذا الرجل. هذا الرجل عايز يخلي مصر في مصاف الدول المتقدمه. فعلا عمل نقله كبيره جدا جدا. يكفي ان انا عايز اقول لك انه من 52 ل 2010 58 سنه ما حصلتش الطفره اللي هو عملها في الست سنوات ولايته. تصور 58 سنة يساوي 6 سنوات. بس في فئة معينة مش عايزة تحسس المواطن البسيط هو لا ده بقى لما نيجي بقى للموضوع ده، ده موضوع تاني خالص. كويس هنرجع ماشي. أيوة. كويس كده نرجع للنقطة دي مهمة، لأن أنا أهم حاجة عندي المواطن البسيط يبقى لامس ده، بس هيلمسه إزاي وفي فئة فوق اللي هي تحت المنظومة مش عايزة توصل لنا ده؟ ما هو بس لغاية ما تحدث يحدث استكمال البنية التحتية والبنية الاقتصادية اللي بياخدها الرئيس السيسي، المواطن لن يشعر. يكفي ان انا اقول لك، يكفي ان انا اقول لك ان احنا كنا بنعمل معدل تنمية على مدار او اخر ايام الرئيس مبارك 2% و2.5%. تمام. السنة دي عاملين 6.5% تنمية. كويس. لكن لن يشعر بهذا التحسن رجل الشارع او المواطن المصري الا بعد 2 أو 3 لغايه ما تحدث اللي هي التقييم. بعد كده التقييم الاول يعني لا اللي انا بتكلم عليه مراحل التنميه. مراحل النهارده طلع تقرير النهارده بس النهاردة. انه نسبه البطاله قلت تمام الى 29.7%. واحنا عندنا مشكله في النقطه دي برضو، ان انا في مشاريع ممكن تفتح للبطاله، لكن عندنا نموذج الشباب اللي هو الشغلانه دي مش عاجباني. لا احنا عايزين نقول نداء. هو ده من البرنامج ده بنقول نداء. سياده الرئيس عليك بافتتاح الالف مصنع الكبار الذين تم اغلاقهم ايام عاطف عبيد. تمام تمام. ده جامده جدا. ده اول مره النداء ده اسمعه بصراحه في الفتره اللي احنا عايشينها دي. كابتن علي طبعا يعني المستشار بياخدنا في سكه ونرجع لحضرتك في سكه تانية. حضروا لنا الصور دلوقتي، هنشوف طبعا الصور على الشاشه واحنا بنتكلم مع حضرتك، وهتظهر لنا طبعا دلوقتي الصور موجوده على الهواء دلوقتي. كابتن علي، تاريخ بقى كاس العالم، قول لنا بقى اللحظات الجميله دي عشتها ازاي معاهم. هو الحقيقه يعني انا عارف اطباعهم، انا عشت معاهم كتير وعشت في البرازيل، فعارف اطباعهم ازاي، فكنت بتعايش معاهم وفقا لهم هم حابين ايه. تمام. يعني مش بس مجرد لغه يعني. تمام. انا مدرب البرازيل لما جه قال لي، بعتوا لي دعوه على فكره من زياره البرازيل. تمام. فجه قال لي يا كابتن انا لو سافرت، والله حكي كده، انا لو سافرت اي دوله غير البرازيل هجيبك تشتغل معايا، مش مجرد انتربريتر مترجم، لا هجيبك تشتغل معايا في الجهاز. فهو الراجل كان حبوب يعني قوي. فلما انا اشتغلت معاه وكنت قايم بواجبي تماما، شوف ما كانش فيه غلطه يعني، فعلا ما عملتش حاجه تقع مني. طب انت في المجال، ما انا في المجال الرياضي. طب لما انت بالخبره دي والخبرات دي انت للأسف. يعني في انت يا كابتن علي جاي لحضرتك بقى في 2006 استعانوا بيا في كاس امم افريقيا 2006 في الايديفيكيشن كارت بتاعي هيطلع دلوقتي. طلع طلع 2006 طلع على الشاشة. في كنت انا في كاس العالم، كنت مع فريق انجولا موجود كان في لندنو، كان في سوري كان في الاثنين اللعيبه بتاع انجولا جيلبرتو وفيلافيو. فيلافيو حتى جيلبرتو اتصاب يوميها وقالوا يتعالج على حساب مصر ولا حساب. ايوه صح، لما كان لسه قبلها في الاهلي. صح وكان صح في مشكله. أيوة. وجون انا وكلموني وحلينا المشكله دي، وكنا قاعدين في فندق طبعا مش هنقول اسامي، لكن جوني الفندق وقعدت قمت بالترجمه تماما. هم استعانوا بيا في 2000، كان اللي ماسك دي الوزير السابق كان وزير قبل قبل اشرف صبحي. الوزير كان الاهلي، كان وزير الشباب والرياضه كان اللي قبليه
اللي هو كان خالد عبد العزيز. خالد عبد العزيز. خالد عزيز. كان الدكتور خالد عبد العزيز ومازن مرزوق اللي هو مدير مازن كان دول اللي وهم خلوني كلمت جوزيه وميها عشان اعرفوا اللغه وبتاع. المهم استعانوا بيا واقمت الدوره تمام التمام كويس. يعني انت كمان بقول يعني كمان بقول للاولاد الصغيرين شوفوا يعني انا نموذج اهو. شوفوا انا عملت ايه، كنت بنام ساعتين بقول لك والله صادق يعني فعلا. كنت المطار حد جاي، الصحفيين اللي جايين لازم اروح انا اجيبهم، اللغه نادره شويه مش حد يتكلم برتغالي في مصر. كانت تقريبا انا كنت بمشي في الشارع طبعا. طب يعني انت رياضي ومترجم والحاجات دي كلها كابتن علي، وبعدين انت موجود دلوقتي في ما هو للاسف إيه بقى؟ انا مش عايز اقول لك ان انا كمان في منطقه القاهره. يعني انا بس عايز اتطرق للدورات التدريبيه اللي دي مهمه جدا، بنشد زملائي كلهم المدربين اللي هم بيحاولوا ياخدوا شهادات مش حقيقيه. يعني انا بيجوني ناس كتير وانا بعلينا اهو بيقول يا دكتور او يا كابتن لو سمحنا عايزين الدوره دي وفلوس كذا. اقول لهم انا مش ده طريقي، مش دي سكتي. بدل ما تدفع مثلا مبلغ في الدوره وتجي لك ورقه، طب ما تدفع الفلوس دي وتاخد الدوره بجد. هتدرس 10 مواد، فسيولوجي، علم نفس، طرق تدريب، دي موجوده كلها في اتحادك. ايوه دي موجودة. علم حركه، دي موجودة. تغذيه، موجودة. اصابات. الدورات دي بنديها في النقابه. بياخد 10 مواد، 10 مواد اللي الرسوم بتاعتها بتبقى متاحه 3000 جنيه. هي مشكله الرسوم فعلا غاليه شويه. ولكن ما برضو اجور المحاضرين تمام تمام والقاعات غاليه. لكن انا بناشد مدربين كله لازم ياخد الدوره الاساسيه. تمام. بعد الاساسيه يجي الاتحاد عندنا نديله السي والبي والاي. طيب. ونأهله. طيب يبقى متمكن. طيب جهز نفسك عشان في سؤال. جهز نفسك بقى يا متمكن، انت جهز نفسك عشان في سؤال جاي لك بعد السؤال ده. حبيبي يا كابتن، معالي المستشار، طبعا بما ان حضرتك طبعا بترأس مجلس اداره مركز الشباب نهضه حلوان، مركز الشباب اعتقد ان هو بعيد خالص عن الرياضه بقى له فتره كبيره، ده ايه سببه وسبب المعوقات اللي موجوده في مراكز او انت شايفها في مراكز الشباب عموما، ايه اللي بينقصه؟ هو برضه هقول لك نداء برضه مش لأشرف صبحي بس والأخوية الفاضل اللي أنا ببارك له سيد حزين مديرية القاهرة. البيروقراطية لو سمحتوا ابعدوا عن النمطية. أنا شخصيا لما استلمت مركز الشباب أنا عملت في ملعبين وتقدمت بالأوراق عايز أعمل حمام سباحة. تصور الأعمال الإدارية لإقامة حمام سباحة بقالي سنة وشهر، وحتى هذه اللحظة لم يحدث جديد في الموضوع. يعني بسم الله ما شاء الله، رغم ان انت صوتك واصل وبرغم ان انت جوه المطبخ وكمان لسه. لا انا مش عايز اقول لك ان انا اعرف سياده الوزير شخصيا واتكلمت مع سياده الوزير شخصيا في هذا الموضوع. تمام. وخدت اخويا الحبيب عضو مجلس الشيوخ محمود بكري معايا وقابلنا سياده الوزير، وجت لجنه من الوزاره وشافت المكان ولقيت ان المكان يصلح. انا مش عارف ليه الموظف مش عايز يعمل اللي عليه، برغم ان احنا عندنا تقريبا في اسم كبير في شباب الرياضه عندنا في حلوان وموجود في مركز كويس في منطقه القاهره او تقريبا في حماده الشربيني، واخد بالك كابتن حماده الشربيني يعني في غيره كمان يا جماعه رئيس منطقه القاهره لكره القدم. طيب يا جماعه يا فندم بعد اذن حضرتك، انا مدير المديريه صديقي من 30 سنه الكابتن سيد او الدكتور سيد حسين. انت شايف ايه اللي معطل؟ انا ما اعرفش فيه ايه اللوائح يعني، بس اللوائح جامده بس كابتن. مش لوائح، لا اللوائح جامده. لما يكون عندك، انا كنت رئيس مجلس اداره مركز الشباب، لما يكون انت ما تقدرش تعمل حاجه اكتر من 5000 جنيه. يعني انت لو عايز سوري توضب اوضه زي دي عايز 20000 جنيه. هو ال 20000 جنيه مش في ناس بتدفع اللي هي الاشتراكات؟ ايوه ما هو الاشتراكات دي كلها ايرادات، ايرادات ما تكفيش. طب الايرادات الثانيه بقى اللي هي مثلا دخول حمام السباحه مش عارف ايه. يا سياده المستشار، لو انت دخلت لك مليون جنيه انت ممنوع تطلع شيك اكتر من 5000 جنيه برضو. الا بموافقه يعني برضو انت داخل لك فلوس. لا انا عايز اقول بس عايز اقول ان هناك فرق بين مراكز الشباب وبين الانديه. طبعا مراكز الشباب دخلها صغير، العائد اللي بيجي لها صغير، الإعانات الشبابية اللي بتيجي من وزارة الشباب قليلة لا تقارن بالأندية. ورغم ذلك احنا بنعمل بنظام البي او تي وبندخل دخل لهذه المراكز. عندنا مصروفات لكن احنا عايزين نعمل تطوير، عايزين يعني انا 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 جوه منطقة شعبية، 5 مناطق شعبية في وسطهم، لابد ان انا اكون جدير ان انا اقدم اضافه للناس. الناس الغلابه دي مين اللي يتولاه؟ الانديه بتعمل حمامات سباحه، مراكز الشباب الكبيره زي مركز شباب غرب والجزيره والكلام ده كله عندهم اماكن وعندهم. مفيش عندك المساحات اللي تعمل فيها كمان. انا عندي مساحه بس من يوم ما اتنشا المركز من سنه 80 بقينا 2020 يعني 40 سنه ما اتعملش فيه حمام السباحه. ليه؟
هما مش مهتمين. انا الحمد لله بحاول ان انا اتقرب لرجل الشارع. في ملعب ولا ما فيش ملعب كمان؟ عندي ملعبين صغيرين لكن عندي مساحة جنبي تنفع تبقى ملعب كبير. طب مش عارف اخدها ليه؟ ما عندكش ملعب كبير؟ ما عنديش ملعب كبير. بسم الله ما شاء الله. ورغم ذلك انا بعمل، عايز اعمل صالة افراح، عايز اعمل صالة جيمنازيوم، عايز اعمل الحمام السباحة، عايز اعمل. انت واضع خطة للكلام ده؟ خطة بقول لحضرتك طلعوا عيني الاول عقبال ما عملت الملعبين. اللوائح. بص انا ما كلفتش وزارة الشباب والرياضة مليم، انا جبت صديق عمل الملعبين كلفهم 1,100,000 جنيه وباخد منه في الشهر 15,000 جنيه. طب ما هو معنى كده ان حضرتك نشاط الرياضة عندك شغال ولا مش شغال؟ شغال. مشترك في دوري؟ لا مركز الشباب. دوري مركز الشباب مفيش دوري. لا دوري مركز الشباب لا دوري مركز الشباب ممكن يشاركوا. أيوة ممكن نشترك فيه، لكن انا بساله عشان كده. انت مش ده محتاج، هو محتاج ايه بقى؟ محتاج زي ما قال الكابتن علي كده من شويه، او زي ما حضرتك قلت عربيه الاسعاف. لا لازم يبقى عندك بعض الاشتراطات الصعبه جدا المكلفه جدا، ورغم ذلك قدمنا وقالوا لا. ده عامل زي مركز الشباب اللي كان عادل امام، دخلوا في الدوله. لازم تساهم في حاجات يا استاذ حاتم، لازم الدوله تساهم فيها. الدوله دور اساسي، دور رئيسي. عربيات احنا مهرجانات البرايم عندنا دلوقتي هم باعتين للاتحاد. انت هتكلمني على المسابقات بقى، اتكلم بقى على المسابقات. والنبي والنبي افتح نفسي. احنا افتح نفسك ازاي يعني؟ انا عايز يسمعني. لا في كلام كبير جدا جدا في المسابقات دي يا جماعه ومنطقه. لا قولها يا كابتن علي. هو انا عايز اقول لحضرتك حاجه، هو الدوله لازم برضو تساعد وتساهم، لان برضو لازلنا احنا بنعاني من عدم التجانس بين اللائقات. بمعنى ايه؟ احنا دلوقتي منفصلين عن الاسعاف دي. ليه الاسعاف دي؟ ما هي المشكله انت لو طلبت الاسعاف هتجيلك. الاسعاف لما تطلع فيه مهرجان براعم، ليه الاسعاف ما تجيش تيجي؟ ما تجيش تقعد اليوم كله لو في اصابه، لو في حاجه. على فكره اللائحه بتقول عربيتين اسعاف مش عربيه. لان لو عربيه راحت تودي واحد، سؤال قبل اللائحه، واحد تاني اتصاب. لا سؤال قبل اللائحه قبل الاسعاف. احنا اصلا استاد القاهره بنفسه هي عربيه اسعاف واحده. ده استاد القاهره بنفسه. طب شوف الخطا بقى. طب لو في واحد اتصاب والاسعاف مش يدي، هيتصل حد تاني يجيب لغايه ما يموت. طب كابتن علي بصراحه، انت راضي عن حته مهرجان البراعم دي والمسابقات بتاعت البراعم والكلام ده بصراحه يعني؟ انا راضي ومش راضي، بس لان احنا عدد كبير قوي. احنا عندنا 105 هيئه ومركز شباب في منطقه القاهره كره القدم. في محافظات كامله. طب اقول لك المفاجاه للسيادة المستشار، احنا عندنا 27 نادي ومركز شباب في حلوان. 27 في محافظات كامله ما فيهاش 7 هيئات 8 هيئات. ما عندناش حاجه اسمها منتخب حلوان، وما فيش نادي درجه اولى. ليه؟ استنى بس. انا مش انا بلوم على الكابتن علي وغير الكابتن علي. حلوان بما لها من تاريخ ما عندهاش استاد؟ متفككي. انا بقول لكم بقى، انا عندي مكان يصلح ان يكون استاد لحلوان. والله العظيم هو ده اللي احنا عايزينه، هو ده اللي احنا عايزينه. مش انا عندي بس المكان لو سمحتوا، بس في مصر تعالوا كلها. اوريكم المكان الجديد، المكان على الطريق الدائري، مش الطريق الدائري. طب وهي الناس اللي دخلت الانتخابات دي كلها ما فيش ولا واحد فيهم ولا واحد فكرت ان هي تعمل حاجه لاولادنا او لاولاد مصر كلها؟ هو ان كل واحد يعمل. هو ده الشارع. هو ليه كلهم بعدين على الحته دي؟ هو ده الشارع السياسي. ان هم بيرتكنوا الى حد بيجي يركب الدايره من خارج الدايره، وبالتالي ما بيبقاش عارف مشاكل الدايرة، ما بيبقاش عارف احتياجات الدايرة. يعني برغم كده اللي احنا فيه ده وداخلين عليه عندنا هيبقى الحال كما هو عليه فقط. للأسف الشديد برضو اللي دخلوا الانتخابات المرة دي، أنا بقول لك في اثنين منهم أو ثلاثة أقسم بالله ما يعرفوا شيخات حلوان. الله الله على زمان. بص أنا جايبه النهارده عشان أعرف قوة صوته. أنا بقول لحضرتك للأسف الشديد الاخ عيد حماد وببارك له، لكن الاربعه اللي هم عندهم اعاده، انا بقول لك ثلاثه من الاربعه ما يعرفوش عدد شيخات حلوان، ما يعرفوش مشاكل حلوان، ما يعرفوش كل حاجه. انت مش وخليك انت عن المشاكل الحقيقيه لرجل الشارع في حلوان. اتمنى ان هم يعني يشوفوا هذه المشاكل. انا بقالي شهر يحلوا هذه المشاكل، شهر بوصل للناس اللي حواليهم. انت عارف طبعا الناس اللي حواليهم. طب هقول لحضرتك، بوصل للناس اللي حواليهم عشان اقول لهم على فكره الملعب والاستاد ده. طب انا عايز اقول لك حاجه يا استاذ حاتم، عايز اقول لك حاجه. لحظه يا فندم،
عايز اقول لك حاجه، هات لي واحد، هات لي واحد من كل اللي نجحوا في المرحله الاولى والمرحله الثانيه قبل الاعاده اللي هي لسه يوم الاثنين والثلاثة اللي جايين 7 و8 ديسمبر، قدم برنامج للناس. مفيش الكلام ده. قال للناس انا هعمل 1 2 3. بس سياده المستشار بالنسبه للاستاد، بس عشان احنا في المجال وعارفين ان الاستاد دايما بيستعد للمحافظه، يعني انت ما ينفعش نعمل، يعني هو بيتكلم في فكره هاجم دي. لا هو بيتكلم في فكره يا كابتن علي، يا كابتن علي هو بيتكلم في فكره ايه؟ ان مين اللي قدم الخطوه؟ ايوه كانت هي القاهره اليوبيه غرب، هو بيتكلم في مين اللي قدم الخطوه؟ هم يعرفوا الطريق الصح عشان يقدموا الخطوه. لا اسمح لي اتفضل، اسمح لي اتفضل، اسمح لي، انا خدت الكلام من حضرتك. انت بتقول عندي 27 مركز شباب ونادي في منطقه حلوان. ايوه برافو عليك، هو خدها بقى المنطلق ده. انت ده محافظه، هناك محافظات ما عندهمش 27 لا 7 انديه ولا مراكز شباب. أيوة. وعنده استاد. انا عندي 27 مركز شباب ونادي رياضيه وما عنديش استاد. ما هو بس الاستاد اصل هو انت، هي المشكله برضو احنا بنقابلها. اتفضل. ممكن انت تعمل استاد في حلوان، تيجي شبرا تقول لك انا عايز استاد شبرا، تيجي الماظه تقول انا عايز استاد الماظه. لا حول الله، ابدا يا كابتن علي، ابدا لازم الصوت لازم يوصل صح بقى، لازم تتقال كده. ايوه انا يعني اقول لك حاجه، انت ممكن تسال عضو من اعضاء المدربين الكبار كم هيئه في حلوان، مش هقول لك 27 يا كابتن علي. انا ممكن يا كابتن علي، بص يا كابتن علي، لان انا في المجال. انت يا كابتن علي، انا هوضح وانا جوه المطبخ زيك. طب انا هوضح لكم حاجه كمان كويسه قوي. انت عارف النهارده الراجل ممكن يتعب هو وابنه ويسافروا بلاد عشان خاطر يروح يأيد ابنه في نادي معين. ايوه انت مش هتسافروا بلاد، انت لو وديته الشروق او وديته بدر او وديته اي مكان وحاجه دي محققه ليه وبسعر رمزي هيروح. انت النهارده هتعمل الاستاد دوت في مكان قريب لحلوان مثلا، المكان اللي هو بيتكلم فيه. ما احنا عندنا عمالين يا جماعه نروح العاصمه الاداريه، عمالين نروح هنا ونعمر الصحاري. انا عايز اقول حاجه، عايز اقول انه في حاجه في الاقتصاد اسمها الاستثمار الرياضي. الاستثمار في البشر دلوقتي اهم من الاستثمار الرياضي. انا بقول لحضرتك الاستثمار الرياضي، هناك شركات عملاقه وشركات كبرى لو انت اعلنت تاني يوم، لانه سيصاحب هذا الاستثمار الرياضي في هذا المجال اللي انا بتكلم عليه، ونفس التوجه زي الاستثمار الطبي، زي الاستثمار السياحي، زي الاستثمار الصناعي، زي الاستثمار التجاري. كل هذه الموضوعات مرتبطه. انت لو عملت استاد او نادي كبير في حلوان سميته نادي حلوان، تمام، ايه الاقتصاد العائد الاقتصادي عن هذا الموضوع؟ هيحيطوا ايه؟ عمران. بالظبط، هيحيطوا بالظبط، صح صح صح، هنعمل عمران. انا ما اقصدش ابدا الرياضه وبس، لا انا اقصد ده بالزبط، منظومه بالزبط الاقتصاد بالزبط. لانه احنا لازم نساعد البلد دي على ان هي تطلع قدام. الراجل ما بينامش زي ما انت بتقول ان انت كنت بتنام ساعتين. انا بقول لك الرئيس السيسي اي واحد مسؤول عن منظومه مش هينجح. الراجل عايز ينجح وعايز ينجح. انا ما بنامش عشان خاطر برنامج بطلع بيه كل اسبوع مثلا ولا حاجه. الرئيس السيسي بيقوم الساعه 5 الصبح، بينام الساعه كام الله اعلم، ما بيقعدش في كل مكان عشان يعمل ايه؟ التنميه. التنميه. لكن الناس اللي شغاله معاه ما زالوا بيفكروا بطريقه بيروقراطيه، بطريقه انا اسف عفنه، بطريقه رجعيه. لابد سياده الرئيس ان انت تقضي على هذه الشخصيات، وبعدين اي حد في اي وزاره يبدا يلمع، يبدا يقول كلمه كويسه، يبدا يقول فكر كويس، كل القيادات العاليه بتحاول تموته. ليه؟ ده هيطلع ياخد مكانه. تمام، الله ينور. خد بالك من الصف الثاني والصف الثالث، وعندنا صف رابع سياده الرئيس احق ان هو يتولى المسؤوليه مع حضرتك. احسنت، اللهم استشار. ده كلام محترم جدا كابتن علي. اسلوب وعمل نقابه المهن الرياضيه في ايام كورونا كان في مشكله كبيره جدا بان الناس مش قادره تدفع مصاريف النقابه، وكان ظروفها على قدها. كنا عايزين نعرف الساده المشاهدين دلوقتي والمدربين اللي هم تحت المستوى الضعيف جدا، اللي انديتهم ما خدوش مرتبات، الناس اللي طب مطلوب منها تدفع اشتراكات، النقابه بتساعد بايه؟ شوف انا عايز اقول حاجه، ممكن الناس تقول فعلا ان هو احنا مش قايمين بدورنا كويس، بس الحقيقه لو انت دخلت جوه النقابه تلاقي قايمين بدورنا كويس. ما انا مش عارف اخش جوه النقابه. عارف ليه؟ اقول لحضرتك ليه. لو انا جيت قلت لك معاشات، انا رحت جبت شيك المعاشات مليون جنيه ما شاء الله، 13 مليون جنيه معاشات بس ليك انت؟ لا للناس، للاعضاء. ده المعاشات النقابه 60 جنيه
يعني كلام فاضي عيب الواحد يتكلم عليه. تمام. بس فعلا ما انت لما تلاقي العدد ده كله ليه بقى؟ الناس مش قايمه بدورها. احنا المفروض في عندنا قانون ما بنطبقوش او مش متفعل كويس، ان يعني المفروض كل مدرب يدفع 5% من دخله او 5% من مرتبه او عقده. احنا بس مش عايزين الاولاد الصغيرين الغلابه اللي بقى 500 جنيه و400 جنيه دول. تمام. ربنا يكون في عونهم دول. تمام. دول احنا نساعدهم. لكن في مدرب بياخد مثلا 100,000، يعني مش عايز اقول في مدرب مدرب مصر هنا بياخد 700,000 جنيه، يعني انا مش عايز اتكلم ان ده زميل او 710% زادت زودوه دلوقتي بقى 770,000 جنيه، مش 70,000، 700,000 جنيه في الشهر. ما شاء الله. ما ده مرتب. انا متاكد يا معلم ده مرتب مين؟ ده لو دفع ال 5% للنقابه بس، دفع النسبه بتاعته ال 5% للنقابه بس، النقابه هترتفع. هو بيدفعش اعتقد ما يعني انا مش عايز اقول ما شاء الله، يعني اللي بيدفع يعني ابو 500 اللي بيدفع اللي هم زي انا كده بيدفع، يعني بيقبض هو مرتبه 1000 جنيه فبيضربوه كده بيدفع له 600 جنيه بس. انت مرتبك 1000 جنيه يا كابتن علي؟ انا ما حصلتش كمان على فكره برغم كل ده كله، بس انا 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 بحب الشغل. انا مشكلتي بص يا مستر حاتم ان انا بحب الشغل. انا ماديا ما بفكرش فيها، لكن انا فعلا انا بحب الشغل. انا يعني انت لو جيت انا رحت اشتغلت شغلانه فعلا انا اشتغلت، مش عايز اقول لك انا انتدبت في التجاره الخارجيه في وزاره التجاره الخارجيه، رحت قعدت كده واسطه صراحه حقيقه، وبعدين ادوني مرتب ومرتب فلوس قليله قوي. فدخل المدير عام، نعم، قلت له عايز امشي. قلت امشي ليه؟ قلت له قال لي حد جنب مرتبك؟ لا ما بتشتغلش. سالني قال لي حد جنب مرتبك؟ قلت له لا. قال لي حوافزك كله تقبض 100 100؟ قلت له اه. قال لي ما تسيبش توجع ما بشتغلش. حرام عليك يا اخي والله، يا اخي حرام عليك يا اخي. ومشيت ونهيت انتدابي ومشيت. انا مش فرحان بمكتب وبعدين مالكش كيان. مالوش ما هو انت مالكش شغله مالكش كيان، سيبك من الفلوس. لكن برضو الفلوس اليومين دولت. طيب احنا عشان وقتنا وعلشان طبعا في احنا عايزين بصراحه تسليم الجوائز طبعا ومخرجنا الجميل عشان تسليم الجوائز بعد الفقره دي يا جماعه، تسليم الجوائز الخاصه بمتسابقين معانا في شركه بايسون اللي فازوا طبعا مباراه الاهلي والزمالك اللي فاتت واللي توقعوا التوقع الصحيح. النهارده هنسلمهم طبعا جوائزنا، بس قبليها طبعا عايز الامل في بكره سريعا كده. الامل ازاي يكون؟ الامل انا اقضي تماما على كل البيروقراطية. تمام. أطلع الجيل التاني. تمام. كفاية قوي قوي إن أنا أستفيد يبقوا كاستشاريين. كل الكبار اللي بيتعدوا 60 و70 سنة دول أقول لهم أحطوا استشاري. موجود برضه. أجيب الشباب 40 سنة، 45 سنة، كويس. 30 سنة. أبدأ لأنه الشباب هم نص الحاضر وكل المستقبل. اذا عندي قضيه وحيده ان انا اطلع الشباب. تمام. انا النهارده عندي حفيدي فهد. انا عايز اعمل له حاجه، هو لسه عمره سنه. اعتبر سياده الرئيس انه الشباب اللي هم جيل الوسط اللي هم بعد 30 سنة لغاية 50 سنة ما خدوش أي فرصة. طيب. ومن فضلك اديلهم الفرصة كويس قوي قوي قوي، مع إن أنا عديت ال 50 سنة، لكن أنا بتكلم على اللي قبل. اللي قبلك، تمام تمام. كابتن علي كلمة أخيرة سريعا. والله نفسي نشتغل بضمير يا أستاذ حاتم، نشتغل بضمير ونبص على قدام شوية، بلاش نبص تحت رجلينا، يعني نبص لقدام وبدون قيود بقى، يعني نشتغل. يعني انا اتعاملت فعلا مع ناس اجانب بيهتم يعني ادق التفاصيل. ادق التفاصيل. تمام. ونكلم تمام. فنتمنى ان شاء الله. بشكرك طبعا. وانا بس عايز اوجه لحضرتك كلمه ان انا بصراحه عندنا كلام كتير قوي، وانت جذاب وتعرف ازاي تستقطب. جذاب ولا كذاب؟ جذاب، بتجذب اللي قدامك. مش كذاب، انت عمرك كنت كذاب. حبيبي انت الوحيد اللي عامل مشاريع ناجحه، وكنت اتمنى اكون متواجد معاك فيها. فاتمنى ان شاء الله مستقبلا نتعاون مع بعض ان شاء الله. تحت امرك. ده شرف ليا. تلاقي شغل كويس قوي. وهتقول علي من المنصه دي عمل شغل كويس قوي ان شاء الله. ان شاء الله. مش على لونجر انه قريب قوي ان شاء الله باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا كابتن علي محروس عضو الاتحاد المصري وطبعا خبير باللوائح والنقابات والتوادرات، هنتكلم فيها ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا طبعا علي المستشار. انا بشكرك جدا جدا، وبقول في هذا المكان بطلب من الكابتن علي انه احنا نعمل مشروع يلا رياضي. انا موافق. كويس. انا عارف ان انت
لك باع طويل، انا بحطك في المجموعه الاولانيه ان شاء الله، شرف لي. ونبدا انا وانت والكابتن علي شرف لي. نعمل مشروع رياضي محترم لاهالي حلوان، وهيكون عندنا وهيكون عندنا الراعي الرسمي بايسون، هيبقى راعي كمان لينا الذي يستحق ان شاء الله. اهلي في حلوان يستحقون، المشروع جاهز وانا جاهز وانا جاهز. بشكركم طبعا، بشكركم طبعا على حضوركم الجميل طبعا، ونستقبل بقى المتسابقين في بايسون هذا البسيط، ونستقبل معانا ضيوفنا الجداد. رجعت لحضراتكم طبعا في حاجة جديدة ومستحدثة في البرامج الرياضية، يبقى في مسابقات ومسابقات حقيقية وليست دعاية فقط لا غير، ولكن هي دي مصداقية صقد النجوم، واللي كمان بيرعاه كبرى الشركات، شركة الجهراء الوكيل الحصري لبايسون في مصر وفي أفريقيا، اللي بيقدم حاجة جديدة جدا جدا للرياضة المصرية، ليس فقط مسابقات ولكن هيبقى في إيفنتات وكل المشاريع الرياضية إن شاء الله. بايسون موجود بقوة، شركة قوية وعريقة ومحترمة، شركة الجهراء اللي بيديرها طبعا مدير الشركة الأستاذ محمد عسكر، ودي مفاجأة برحب بيه طبعا معانا النهارده في وجوده في اثناء المسابقه. اهلا وسهلا بيك. طبعا الاستاذ عامر سرحان رئيس الشركه وموجود معانا بره في الاستوديو من بره في الكنترول. اعلنا عن المسابقه الخاصه بمباراه الاهلي والزمالك في بطوله رابطه الابطال الافريقيه، واللي فاز معانا طبعا متسابقين، وكان العدد كبير جدا 500، ولكن كنا في شروط معينه محطوطه في المسابقه، واللي بيديرها طبعا مديره التسويق الاستاذه مي سيد البدوي، وهي مدير تسويق ايضا لبرنامج صقد النجوم، واللي بتشرف بيها طبعا معانا النهارده. اللي الفائز معانا الاستاذ كابتن اسامه السيد، اللي طبعا فاز معانا، والمسابقه كانت عباره عن مبلغ مالي وتيشيرت النادي، وكمان ايضا كرتونه من بايسون، منتجنا بايسون اللي بيقدمه طبعا الاستاذ محمد. كلمه من الاستاذ محمد عسكر، اتفضل. اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، طبعا بنرحب بالساده المشاهدين، وبنشكر قناه الصحه والجمال على المجهود الرائع، ونشكر برنامج صائد النجوم اللي هو احنا رعاه بايسون، رعاه البرنامج. وطبعا بنعرفكم ببايسون ده مشروب طاقه، وطبعا ان شاء الله عملنا مسابقه مسابقه توقع بين نادي الزمالك ونادي الاهلي، وفاز طبعا بها الاستاذ اسامه. اتفضل استاذ اسامه، دي طبعا الجائزه، وادي المبلغ المالي، وتيشيرتك موجود طبعا هتاخده حضرتك ماشي. في طبعا معانا المتسابقه مين الزمالك؟ سلوى احمد برضه متسابقه معانا، وحاجتها هتروح لغايه البيت طبعا المشوار، عشان هي فضلت ان هي تاخدها في البيت، هتروح طبعا الاستاذه مي مدير التسويق وتسلمها لها في الاستوديو. كلمه اخيره اتفضل استاذ اسامه. اولا بحب اشكر شركه بايسون المشروب الرائع، بشكر كابتن حاتم عسكر ببرنامج صقد النجوم. شكرا فعلا على فكره، دخلت في كذا صفحه ما كانش فيه مصداقيه، انا فعلا توقعت في برنامج صقد النجوم فعلا فيه مصداقيه، بعتوه على طول بعد الماتش على طول بالنتيجه. شكرا، الف مبروك. بشكرك والف مبروك ليك والف كل المتسابقين. صقد النجوم معاكم دايما ان شاء الله باذن الله في كل المسابقات، وهي دي قمه صقد النجوم في المصداقيه. شكرا للضيوف الكرام اللي كانوا موجودين معانا النهارده، شكرا لفريق الاعداد الكبير جدا نجاح، بشكرك شكرا جزيلا، مخرجنا الجميل، بشكر كل طب محمد عبد السلام طبعا ما اقدرش انساه حبيبي وسيد طبعا، بشكر كل قناه صحه وجمال محمد مالكي، شكرا لكم جزيلا. استنونا حاتم عسكر كل جمعه الساعه 11 مساء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.